الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي قناة الريان، نحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الثامن في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الثامن وهو الشوط الخاص بالإذاعة الجعدان في مسافة 6 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحدي على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي في هذا الانطلاق المثير وفي هذا الاندفاع الرائع. نتابع البداية ومقدمة هذا الشوط واللي قاد المجموعة منذ البداية. أرهني مزيون لعبيد بن علي بن سلطان المهيري من انطلق بالصدارة، قاد المجموعة منذ البداية، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى التقدم من مبلش لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي بيتسلل مع المركز الثاني وثالثا من الجانب الاخر، من الجانب الاخر سهم الاحمد بن كميدش بن حمد بن علوبه. نتابع وننطلق بدورنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع كي ارى التسلل من حواس للسيل بن حمد بن سالم اللي بدا يتسلل مع المركز الرابع وخامسا. مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الخامس القدوم وانطلاق ايضا من غازي محمد بن عبد الله بن محمد المزروعي من بدأ يتسلل وينطلق مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانة الأول والجولة الأولى للخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع البداية والتغيير، التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. أرهني حواس قاد المجموعة، السيل بن حمد بن سالم اللي انطلق بناموس هذا الشوط، ولكن من الجانب الآخر مزيون لعبيد بن علي سلطان المهيري يتسلل ينطلق مع المركز الثاني، المركز الثالث من الجانب الآخر. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع التحديات أيضا والانطلاق المثير من سهم الأحمد بن كميدش بن حمد بن علوبة، وأرى القدوم، أرى القدوم والانطلاق من الحليش لخليفة بن صالح العطية، يتسلل وينطلق أيضا مع المراكز متقدمة، ولكن أرى القدوم مع المركز الثالث، مع المركز الثالث. نتابع الشقب لعلي بن طالب بن علي النابت المري يتسلل مع المركز الثالث، ورابع التحديات مبلش لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي بين بن انطلقنا مع المركز الخامس، مع المركز الخامس بأرى صوغان لسعد بن علي الرفادة يتسلل في هذه اللحظات وينطلق مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة للكوكب الخماسية اللي من دفعة ومنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط، وأرى الحنيش قاد المجموعة، خليفة بن صالح العطية من انطلق بناموس هذا الشوط، ومع المركز الثاني، مع المركز الثاني حواس مع المركز الثاني، لسهيل بن حمد بن سالم يتابع انطلاقة حواس مع المركز الثاني، ومع المركز الثالث وصل صوغان لسعد بن علي الرفادة يتسلل ينطلق. مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثالث، رابع التحديات من الجانب الآخر. ما شاء الله تبارك الله. نتابع مياس لسالم بن بخيت بن سالم، أرى القدوم من الجانب الآخر بالفعل. التحديات أيضا
مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاق المثير من الأسد للسلطان بن خليفة بن سالمين الحميري يتدخل ينطلق مع المركز الثاني بدوره بهذا الاندفاع المتميز، ومع المركز الرابع رهلي صغان للسعد بن علي الرفادة، وخامس التحديات نتابع مهدي وعبد الله بن شطيط بن سعد العمري. من ينطلق مع مهدي؟ من يتابع مهدي اللي مهدي اللعب حتى هذه اللحظات بهذا الأداء المثير بهذا العرض الرائع؟ ولكن أرى الأسامي القادمة، الشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر اللي بدأت تنطلق أيضا بهذا التحدي المثير بهذا العرض الرائع. نتابع الصدارة، نعود مع المقدمة وحواس على الصدارة ينطلق بناموس هذا الشوط بشعار أيضا سهل بن حمد بن سالم. من يتابع هذا الانطلاق المثير؟ ومع المركز الثاني القدوم من صغان للسعد بن علي الرفادة، الشعار الرسمي ينطلق أيضا بهذا الاندفاع المثير. ومع المركز الثالث وصل غازي محمد بن عبد الله بن محمد المزروعي بدأ ينطلق مع المركز الثالث. رابع التحديات القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من فلاح لجابر بن عفاص بن صالح الغفراني يتسلل وينطلق أيضا مع المركز الرابع، ولكن من الجانب الآخر متعب لحمد بن ناصر بن حمد الزبدان المري يتقدم في هذه اللحظات، ومن الجانب الآخر ما شاء الله تبارك الله وصلت الأسامي وصلت الشعارات. ولكن بنعود مع الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع البداية، ما شاء الله تبارك الله صغان انطلق بناموس هذا الشوط، واللحظات الأخيرة المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. الطايف اللي طاف الجميع انطلق بناموس هذا الطاير اللي طار بناموس هذا الشوط، وعلي بن سعيد البريس المري ينطلق بناموس هذا الشوط. فاجأ الجميع في اللحظات الأخيرة، طار الطاير بناموس هذا الشوط، واللحظات الأخيرة. والسلامات مشاهدينا متابعينا الكرام لميدان الجزيرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تهانينا لمالك الطاير على هذا الفوز، تهانينا لعلي بن راشد البريص المري. واللحظات الأخيرة ما شاء الله تبارك الله قفل على مجريات هذا الشوط. تهانينا لعلي بن راشد البريص المري على فوز الطاير بالمركز الأول، حوات وصوله الى خط النهايه. المركز الثاني رامي لسيب محمد بالبحري العامري، ومع المركز الثالث ياتي صغان لسعد بن علي الرفادة. المركز الرابع حواس لسهل بن حمد بن سالم، ومع المركز الخامس كان الدخول جماعي مشاهدينا متابعينا الكرام. شوط حمل التحدي والإثارة، ولكن الطاير اللي طار بناموس هذا الشوط. تهانينا لعلي بن راشد البريس المري. 9:12 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا للأشقاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي رامي لسيف بن محمد بالبحري العامري، ياتي بتوقيت زمني مقدارة هذه لحظات الوصول. تسع دقائق 12 ثانية 7 أجزاء من الثانية توقيت المركز الثاني، بينما اللي وصل مع المركز الثالث صوغان ياتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات وصوله إلى خط النهاية. 9:16 جزئين من الثانية. تهانينا للسعد بن علي الرفادة، تهانينا للجميع والناموس.